أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات الأممية في ظل تفاقم الأزمة السياسية وتصاعد حدة التوتر الميداني. قال المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث إن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في اليمن، وأشار جريفيث إلى أنه لابد من إجراءات تهدف لوقف الحرب وتخفيف الوضع الإنساني وبناء مستقبل لليمن ولليمنيين. تأتي تحركات جريفيث في ظل عجزه عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والميليشيا، وفي ظل تصاعد آخر يشنه المجلس الانتقالي في الجنوب والمدعوم إماراتيا ضد الحكومة الشرعية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه هذه التحركات في ظل عدم استقرار الأرضية السياسية وتصاعد حدة الأزمة شمالا وجنوبا؟ وما هي ملامح المسار السياسي بعد تعدد أطراف الأزمة والحرب في الساحة اليمنية؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تحرك جديد لإعادة المسار السياسي في ظل وضع غير مستقر وتضاعف للأزمات وتعدد لأطراف القتال وعودة لدائرة لا حل. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وفي جديد تحركاته حث الأطراف المتصارعة على عودة الانخراط في العملية السياسية لإنهاء المأساة الإنسانية، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في اليمن. وزيرة الخارجية السويدية خلال لقائها بالمبعوث الأممي مارتن جريفيث في العاصمة الأردنية عمان حثت جميع الأطراف على إعادة التواصل الفعال مع الأمم المتحدة والدفع بعملية السلام إلى الأمام. هذه التحركات تأتي بعد ارتفاع حدة التصعيد الميداني وعودة قصف طائرات التحالف على عدد من المحافظات، موقعة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. المبعوث الأممي دعا للبدء بالتحقيق في القصف الذي استهدف مركزا للاعتقال في مدينة ذمار والذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى. محاولات عديدة لإعادة المسار السياسي، وهو المسار الذي ألغاه الواقع الميداني والمعارك المتصاعدة شمالا وجنوبا في وضع يصفه مراقبون بالخطير، خاصة بعد توسع دائرته ودخوله في مسار جديد من الصراعات الداخلية والحروب التي تضاعفت تبعاتها بعد دخول التحالف وتحكم دوله بالمشهد السياسي والميداني ودعم كيانات وتشكيلات موازية للدولة وسلطاتها. إذن وفي بداية النقاش نرحب بضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، مرحبا بك معنا سيد عبد الناصر. عبد الناصر، كيف تقيم الدور الأممي في وضع حد للحرب في اليمن؟ هل يمكن لها أن تقدم أي جديد في الأزمة اليمنية؟ واضح أن ليس هناك من جديد، وهذه التصريحات وغيرها عبارة عن تصريحات فقط من قبل المبعوث الأممي يحاول أن يظهر من خلال هذا أن هناك عمل يقوم فيه، وهي تصريحات يدرك هو إن كان يدرك أن ليس هناك بالإمكانية لأي عملية سلام في اليمن. الوضع في اليمن منذ البداية كان سيء، لكن الآن أصبح أكثر سوءاً، أكثر تعقيداً، أكثر فوضوية. لهذا التصريحات وغيرها ما هي إلا فقط يعني كما يقال حالة من إسقاط واجب يقوم فيها المبعوث الأممي ليظهر للعالم بأنه لا زال موجود على الساحة. كما تلاحظ أخي العزيز، ما يحدث الآن في الجنوب هو فوضى حقيقية، وما يحدث الآن في جدة كما يقال بأن هناك مفاوضات تتم بهدف قطع ثمار العمل الذي قام فيها الانفصاليين ويتم وضعهم في السلطة الشرعية. هذه هي الخطة التي من أجلها قامت هذه المعارك في المناطق الجنوبية، وهذا يشير إلى أن هناك عبث من الجميع، عبث من التحالف
وتحديدا من السعودية، وعبث من السلطة الشرعية إذا وافقت على أن تقبل بأي شكل من أشكال إشراك الانفصاليين. طبعا المبعوث الأممي واللوبي الانفصالي والدول التي تقف معه يحاولوا أن يشرعوا للانفصالي ويحاولوا أن يدخلوا طرف في أي مفاوضات قادمة، وهذا أيضا يتناقض مع القانون الدولي، يتناقض مع قرارات مجلس الأمن التي تأكد على وحدة اليمن، أيضا يتناقض مع أي مرجعية سياسية، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تضع انفصاليين يريدوا تدمير الدولة في الوقت الذي المشكلة الأصلية هي مشكلة الحوثيين اللي بيستولوا على السلطة المركزية، وبالتالي إشراك الانفصاليين هو مزيد من التعقيد ومزيد من الفوضى. نعم، كيف سيد عبد الناصر تقرأ هذه الازدواجية وهذا الطرح وهو كما وصفت للدعاية الإعلامية وأيضا خلفه أجندات أشرت لها لدفع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار؟ هل أمام الشرعية الآن خيارات لتستفيد من هذا الوضع، وما هو المطلوب منها في هذه المرحلة تستفيد من التحركات الأممية؟ عندما نقول الشرعية نتكلم عن من؟ يعني الشرعية هذه النائمة في الرياض أفضل ما تعمله هو أن لا تتجاوب مع هذه الدعوات، خاصة ما تكلم عن إشراك الانفصاليين وتثبيت واقعهم على الأرض وشرعنة. أما ما يتعلق بتصريحات المبعوث الأممي أو التحركات السويدية وغيرها، جزء من هذه التحركات هي رغبة في أطراف كثيرة ترى بأن الحرب في اليمن عبثية، وبأن الأوضاع تزداد سوء، وبأن كارثة الإنسانية تتفاقم، وهم يحاولون أن يجدوا حل، وأيضا هؤلاء الناس لا يدركون طبيعة المشكلة اليمنية، ومعظم من يمدهم بالمعلومات هم من ما يسمى الناشطين الذي لهم عشرات السنين وهم نفسهم الناشطين. نعم. الذين يحاولوا أن يعطوا الخواجة الكلام الذي يحبوا أن يسمعوا، لكن واقع الحال الوضع في اليمن عسكريا وسياسيا صعب، ويصعب من خلاله الخروج بأي تسوية سياسية. تفضل بالبقاء. من يقول بأن هناك إمكانية حل سياسي في هذا الوضع الفوضوي؟ نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الناصر. ننتقل إلى ضيفنا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ما الذي يمكن أن تحدثه تحركات المبعوث الأممي من تغيرات فيما يخص الملف اليمني، حيث قال أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب في اليمن؟ أعتقد أن إنهاء الحرب في اليمن قرارا ليس بيد المبعوث بدرجة مباشرة. المبعوث يرفع وتيرة التفاؤل، هو موظف ويعتبر هذا البلد مكانا لتنفيذ وظيفته ومهامه، لكن لا توجد أي مؤشرات حقيقية لإنهاء الحرب، لأن كل الأطراف لا يمكن أن تتنازل أو تتوقف، الأطراف الإقليمية أولا ثم الأطراف الداخلية. طيب يعني سيد عبد الهادي، إذن بيد من يعني بيد من يستطيع أن ينهي الحرب في اليمن وينهي هذه الأزمة ويقنع الأطراف أن تجلس لإنهاء هذه الأزمة ونخرج من هذا المنعطف بشكل يتراضى فيه الجميع؟ إذا كانت الأمم المتحدة لا تستطيع الإنهاء هنا بيد الحوثي أولا، لأنه السبب الرئيسي في المشكلة وفي بقاء انقلابه، فأعتقد أن المسألة هنا بيد الحوثي أولا ثم بيد الشرعية التي تقبل أو لا تقبل أي موقف متقدم باتجاه وضع أوزار الحرب. إذا أراد الحوثي ذلك فالحكومة عليها أن تتعامل مع هذه المسألة كونها المسؤول الأول عن الشعب اليمني في كلا
المنطقتين التي تسيطر عليها. نعم، لكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تعدد الأطراف في الأزمة اليمنية على إمكانية الوصول إلى حل سياسي؟ وهنا أشير إلى الإمارات ومن يقف معها المجلس الانتقالي في الجنوب، وأنت تحدثت وأشرت إلى الحوثي كطرف وأيضا الانتقالي كطرف، وربما نتوقع أن يدخل تنظيم القاعدة كطرف آخر. لا، الطرفين الآخرين هؤلاء ليسوا أطراف القاعدة، خصم لكل الأطراف كما هو معلن. المجلس الانتقالي الجنوبي وضعه ضعيف إلى حد كبير إذا استبعدنا الإمارات، وهنا الإمارات هي جزء من التحالف العربي، فبالتالي كل هذه الأطراف مع الشرعية طرفا واحد، كل هذه الأطراف مع الشرعية طرفا واحد، والحوثي هو الطرف الآخر. وبالتالي لا يبدو أن كل من الإخوة في التحالف العربي يسعون إلى إنهاء الحرب لا عسكريا ولا سياسيا. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الهادي العزعزي. إذا نعود إلى ضيفنا عبد الناصر المودع من عمان. سيد عبد الناصر، في ظل هذه التطورات الحاصلة في الجنوب، كيف يمكن للأمم المتحدة التعامل مع مسار الأزمة؟ الأمم المتحدة هي تتعامل مع الأزمة فقط يعني صدى وردود أفعال، هي لا تستطيع أن تغير من مجرى الأفعال، وهي تحاول تتكيف فقط مع هذه الأفعال، ولا أعتقد بأن لها دور فاعل. هي أيضا عمليا هي فقط تعطي غطاء لأي تفاهمات لأي تسويات تتم خارجها. كما قالت السويد الأمم المتحدة فقط هي اللي كانت الغطاء لتفاهمات تمت في الخارج، تفاهمات أمريكية سعودية إماراتية هي التي أنجزت ما يسمى اتفاق السويد، والأمم المتحدة فقط أعطت الشرعية وأعطت الغلاف الخارجي لهذه التفاهمات. وهكذا في أي دور مستقبلي، الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تقوم بإدارة عملية تطورية خاصة لذاتها ولذاتها، خاصة في الوضع اليمني المعقد. نعم. ربما كان للأمم المتحدة دور كبير خلال ما بعد 2012 في فترة الفترة الانتقالية، كان للأمم المتحدة دور كبير لأنه كانت الأطراف اليمنية قد سلمت أمرها للأمم المتحدة، وكانت هذه الكارثة أيضا عندما سلم الأمر للخواجات والجمال بن عمر وغيره. وصلنا لما وصلنا إليه، يعني هذا المبعوث ذاك جمال بن عمر هو الشارك وتواضع وأدخل الحوثي إلى الصراع، وبالتالي أيضا في حال كانت هناك تصعيد أكثر مما يجب للأمم المتحدة، ربما نقع في شر أعمالها، وهو عندما لا يكون لديها تصويت ولا إمكانية ولا قدرة، فهي تظل كما ذكرت لك في الأخير سيكون عليها فقط وضع الإطار والغلاف إن كان هناك اتفاق أو تفاهمات تتم في خارج المكتب. إذن سيد نعم، إذن سيد عبد الناصر، أين تكمن المشكلة؟ ما هي أسباب عدم الوصول إلى حلول سياسية حتى الآن؟ وأشار ضيفنا من تعز عبد الهادي العزعزي إلى أن الحل هو للعودة إلى السبب الرئيسي وهو إنهاء انقلاب الحوثي. هل نحن الآن نسير للمرحلة الآن والتطورات الأخيرة تسير لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي فعلا؟ بالطبع، يعني سيطرة الحوثي على صنعاء هي المشكلة الأصلية، وهي التي عطلت الدولة وعطلت النظام السياسي، وخروج الحوثي من اللعبة وهذا أمر مستحيل. يعني الحوثي لم يقبل بأي تراجع، الحوثي حصل على لقمة سائغة، رئيس دولة أدخله إلى العاصمة وسلم له الدولة بكل مفاتيحها أملا من أنه سيتشارك معهم في السلطة وأنهم سيكونوا حقه الذراع القوي. بعدها أصبحوا مسيطرين، وهذا أمر
يستحيل. لماذا تحيد جميع الأطراف عن لماذا تحيد جميع الأطراف سواء كانت دولية أو إقليمية أو حتى محلية داخليا للتحييد جميعا عن إنهاء ملف الحوثي ويعني يضيعون في تفاصيل أخرى مثل تقاسم النفوذ المحاصصة باسم يعني ملفات مثل الإرهاب وأيضا ملف القضية الجنوبية؟ يعني ما منح الحوثي هذه القوة والمكانة أولا من البداية عندما تآمر معه هادي والكثير من القوى السياسية الحزب الاشتراكي وحتى الناصري وغيره، هو الذي منحها القوة والأنانية السياسية، وهذه الأنانية السياسية أيضا استمرت بعد الحرب. بعد الحرب عندما تدخلت السعودية ورسمي تحالف، كل طرف حب أن يقوي مركزه، هذه حب أن يقوي مركزه، والانفصاليين حبوا يقووا مركزهم، وكان الحوثي آخر اهتماماتهم، وبالتالي فشلت العملية. يعني الآن احنا أمام فشل الحرب التي شنتها السعودية من 5 سنوات، فشلت تماما. على العكس من ذلك أهدافها الآن الحوثي في وضع أفضل مما كان عليه عشية الحرب، أصبح مسيطر بشكل مطلق على جميع المناطق التي هي الآن تحت سيطرته، وهي لب اليمن، هي اليمن الحقيقي. يعني هذا هو مركز اليمن، صنعاء والجبال الحصينة، هذه هي اليمن، الكتلة الاستراتيجية، الكتلة السكانية اليمن. نعم. وبالتالي الحوثي في وضع مريح، خصومه يتصارعون كما هو واضح الان بشكل جلي، في السابق كانت صراعاتهم مخفيه. ولهذا الامر يسير باتجاه اما القبول بالحوثي والاعلان الاستسلام امام الحوثي، وهذا امر ايضا مستبعد ان تكون السعوديه. ابقى معي. أو الاستمرار في هذه الحرب إلى أن يحدث اختراق استراتيجي غير متوقع. نعم، ابقى معي سيد عبد الناصر. أنت ذكرت أن الحوثي هو الوحيد المستفيد وهو في وضع مريح. ننتقل إلى ضيفنا عبد الهادي العزعزي من تعز. عبد الهادي، إذن أزمة عميقة وانقلابات متعددة، إلى كيف يمكن الحديث عن عودة إلى المسار السياسي في ظل استلاب القرار السياسي ووجود تشكيلات عسكرية موازية للدولة؟ في هذه الحالة هذه الاضطرابات وهذا التنازع الذي تتعرض له الشرعية يجعلها أكثر ضعفا في الموقف التفاوضي أمام الحوثي، ولا يقوى هنا سوى الحوثي في موقفيه العسكري والسياسي والتفاوضي في ذات الوقت، لأن مع الأسف الشديد الأطراف الداخلية المساند المؤيدة للشرعية تحاول ابتزازها إلى أقصى حد ممكن، وكذلك الأطراف الداعمة للشرعية بدأت بضربها في الخلف، والأخطر من ذلك أن بعضها كما يطرح الإخوة الإماراتيين يتهمون الشرعية بأنها أصبحت مأوى للإرهاب، هذه كارثة. والكارثة الأكبر أن تتجاوب بعض الأطراف المحلية في تأكيد هذا الطرح، وهذا يضعف أيضا الشرعية تفاوضيا ويضعفها على المستوى الداخلي. ما على الشرعية إلا أن تعيد ترتيب أوراقها الداخلية وبسرعة، أيضا الوقت ليس في صالحها. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر هنالك افتراسا للصورة الذهنية للشرعية، عليها أن تقوم بمهامها. هي ساهمت كثيرا في الوصول إلى هذا الوضع عبر مواربتها، عبر سكوتها، عبر صمتها، عبر عدم إيقاف هذه التجاوزات من أي طرف أيا كان. على الشرعية أن يكون شعارها إما دولة أو لا شيء. يجب أن تفرض الدولة، لأن الدولة في الأخير والسلطة الدولة هي المرجعية لكل هذه الأطراف، وعلى كل هذه الأطراف أن تخفف من انتهازيتها، أن تحاول قدر الإمكان أن تؤجل جني أرباح لشعب يحتضر تحت رحى حرب.
يعني أنت تعتقد أن الحديث عن عودة إلى المسار السياسي من قبل المبعوث الأممي أو الرعاية الأممية لهذا المشروع هو حديث عبثي في ظل هذا الواقع المرير؟ عبثي جدا إذا كانت لا تزيل الأسباب الحقيقية للحرب وهي الانقلاب، فأنت تضيف مأساة على المآسي القائمة في هذا البلد وتدفع هذا البلد إلى حافة الانهيار التام والتمزق تحت رحى هذه الجماعات. إذا كنت تقبل أن تفرض على الحكومة التفاوض مع المجلس الانتقالي، فأنت تشرع لعرف جديد أن من يريد أن تتفاوض معه الحكومة يتمرد عسكريا عليها في أي مكان، وبالتالي توقع تمرزات عسكرية في كل المناطق المحررة من أجل أن تتفاوض معهم الحكومة. إذن ما جدوى الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية إذن في هذه الحالة؟ هؤلاء يتحولون إلى قوة لا حاجة لها إن كانوا غير قادرين على إسناد هذه القوة. المؤيدون للشرعية بكافة مسمياتهم في الداخل أصبحوا لا قيمة لهم إذا كانوا هم من يدعمون أو يوافقون على أن تفرض القوى الخارجية كالأمم المتحدة أو القوى الإقليمية كالتحالف العربي أو غيره أن تتفاوض الحكومة مع أي تمرزات داخلية بهدف احتواء هذه التمرزات، فهنا تكون مشرعنة لتمرزات لا تنتهي ولعدد ثلث من هذه الأرقام من التمرزات، كون المشكلة الأساسية التي برزت أن الإخوة في الشرعية كان يجب أن يحضروا على الأرض منذ البداية الأولى لتحرير أول محافظة من المحافظات ويفرضون وجود السلطة، وأن لا يتركوا الحملة بأكمله على التحالف ومنع تشكيل الجيش وصلت وهو من يشكل الجماعات كلها. نعم وصلت فكرتك عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. عبد الناصر، باعتقادك في ظل هذه التعقيدات هل يمكن الوصول إلى شيء يمكن البناء عليه فيما يخص مسار الحل؟ ما هي السيناريوهات المحتملة في حل، في وجود حل في ظل وجود عدم حل حاليا على المدى القريب؟ السيناريوهات المحتملة أن يستمر مسلسل العبث والفوضى كما هو يعني يتفاقم ليس كما هو عليه الحال. المحاولات الآن التي تجري لإدماج الانفصاليين في السلطة هذا نوع من العبث، قد يتم إدماجهم وفي هذه الحالة تتعطل السلطة الشرعية ويصير مع الانفصاليين وجود يصبحوا قادرين على تعطيل عمل المؤسسات، وهذا عمل غير دستوري. يعني أقصد أن أي إشراك للانفصاليين هو عمل غير دستوري وليس من حق هادي ولا علي محسن ولا السعودية ولا أي كان أن يضع متمردين يرفضون الدولة ويطالبون بتفكيكها أن يتم وضعهم في حكومة الجمهورية اليمنية. يعني هذا عمل يتناقض مع البديهية، وفي حال تم تنفيذ هذا العمل هذا بيقضي على ما تبقى من شرعية، لأنه في هذه الحالة كان الناس نشرع للمفككين ونشرع للمتمردين، ما يتبقى هو أن يدعى الحوثي إلى هذه الحكومة ويدعى تدعى القاعدة وداعش لتكتمل الصورة إذا كان المبرر. لكن سيد عبد الناصر هناك ضغوط تعرضت لها الشرعية للجلوس مع الحوثي والقبول بالحوار معه، ما رأيك هل ستخضع الشرعية والحكومة للجلوس مع أطراف أخرى مثل الانتقالي أيضا بعد أنها خضعت للجلوس مع الحوثي في ستوكهولم وقبلها مرات عديدة في مشاورات ومفاوضات أخرى؟ يعني المبرر انه تجلس الحكومه مع الحوثي ان الحوثي سيطر على الدوله والحوثي متمرد،
لكن هؤلاء تمردوا برضا وبموافقة وبدعم من قبل أطراف تدعي بأنها داعمة للشرعية، وبالتالي الحوثي هكذا على أساس أنه أصبح متمرد وأصبح مسيطر على الدولة وطرف رئيسي تم التفاوض معه. أما أنك تأتي بفريق مصطنع تم صنعه من قبل الإمارات وغض الطرف على سلوك من قبل السعودية، ثم في الأخير تقول أن من حقها أن يصبح جزء من السلطة الذي لا يعترف بها. يعني الحوثي من الناحية النظرية هو معترف بالجمهورية اليمنية، معترف حتى بالنظام الجمهوري رغم أنه في جوهره يتناقض مع النظام الجمهوري، لكن هؤلاء يقولون بأنهم يريدوا تدمير هذه الدولة. كيف تقبل بأن تشمهم أو تتفاوض لإشراكهم في سلطة لا يعترف بالدولة أصلا؟ يعني هذه مسألة متناقضة تماما، قلت لك مع أي بديهية. لا يمكن لطرف يسمي الجيش الجمهوري اليمني إرهابيين ومحتلين وثم تعطيهم الاعتراف بهادي. هم يدعون أنهم معترفين بهادي لكنهم لا يعترفون بأعضاء داخل الشرعية مثل الأحمر وأفراد من الإصلاح موجودين في الشرعية، لكن الاعتراف بسلطة هادي كحكومة لليمن هم معترفين بذلك. لا هذا اعتراف مضحك أن يقولوا يعترفوا بهذه، لأنهم يريدوا من خلال اعترافهم بهذه هذه الخطة أنهم يعترفوا بهذه، وكأن هذه هذا النبي الخضر. هذه رئيس الجمهورية اليمنية. نعم. والجيش الذي يسموه جيش احتلال هو جيش في وزارة من وزارة الجمهورية اليمنية. هذا يعني عملية ضحك على الدكتور انهم يقولون نعترف بهذه وضح نعترف بهذه ونخرج جماعته، حتى الذي هم جماعته من بلاده خرجوهم من داخل المعاش. نعم. كلام فاضي. وضح. لهذا السبب اي حديث عن اشراكهم هو جريمة تضاف إلى الجرائم السابقة في حق اليمن. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان المحلل السياسي. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث. الشكر موصول لضيوفنا وأيضا ولكم مشاهدين الكرام، وإلى اللقاء.